بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين: وفي فنى النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السكي بقاها الذ عرف، عجب الذنب كالروح لكن صححا، المزني للبلا ووضحا، وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه، فاطلب لما قد لخصوا. ولا نخض في الروح إذ ما ورد نص عن الشارع لكن وجدا، لمالك هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند. والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا، فانظرا ما فسروا. سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص. وفي إعادة العرض قولان، رجحت إعادة الأعيان. وفي الزمن قولان، والحساب حق وما في حق ارتياب. فنعم، يعني نحاول نشرح هذه الأبيات التي ذكرناها إن شاء الله. طبعا هذه كما قلنا في الدرس السابق، هذه من السمعيات، الأشياء التي لا مجال فيها للعقل، بل تطلب من الأثر. ولذلك في الشروح يذكرون أشياء كثيرة لا حاجة لنا بها، لأنها لم ترد من طريق الشرع أو جاءت بطرق ضعيفة، فما كان فيه دليل صحيح قبلناه، وإلا خاصة العقائد، يعني أقوال ضعيفة والأخبار التي ليس لها مسند قوي لا تقبل في العقائد. قال رحمه الله تعالى: وفي فنى النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السبكي بقاها الذ عرف. النفس هذه كلمة تطلق على أشياء عديدة في لغة العرب، تطلق على الدم، تطلق على الذات، تطلق على الروح، يعني أشياء عديدة. المراد هنا هو الروح. فهل تفنى الروح لدى النفخ أو لا تفنى؟ قبل النفخ اتفاقنا باقية، يعني بعد وفاة الإنسان، بعد وفاة الإنسان وقبل النفخة التي ينفخ فيها إسرافيل عليه السلام، قبل هذا هي باتفاق العلماء للأحاديث والآثار الواردة في هذا هي باقية. و الروح هذه تألف هذه بالتجربة، أيضا يعني أهل الخبرة يتكلمون في هذا الشيء، تألف المكان الذي كانت فيه. فأرواح الصالحين تألف مجالس الذكر والطاعة التي أرواح الفاسدين تألف أماكن الفساد، وهي قريبة، هي قريبة من الجسد، يعني الروح لا تبتعد كثيرا عن الجسد. ولذلك في زيارة الصالحين الإنسان يعني يلبث طويلا، يعني لا ينصرف مباشرة، إذا جلس فترة طويلة يحصل بينه وبين روح هذا الشخص المتوفى مجانسة، وكلما دام هذا مجرب. هناك آيات معينة يعني هي بالتجربة يقرؤونها لها أثر في هذا، في تستطيع
تحس أنت بعد فترة من الزمن أن روح الميت حاضرة. أرواح الصالحين، أرواح الأولياء، هذه يعني هي أصل الإنسان، ذات الإنسان. الجسد هذا شيء فاني، أما الروح هي الأصل، هي الأصل. فأرواح الصالحين الإنسان كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذه الأرواح، أرواح الصالحين، اعتقادنا فيها أنها يعني أن الروح باقية لم تفنى، وأن الإنسان هذا كان بيننا وبينه جدار، الآن قبل كان في هذه الدار، الآن انتقل إلى دار أخرى. فهذا الذي يعتقد أن الإنسان إذا ما كان في حياته لا يوجد خطر من الشرك، فإذا ما مات صاروا يتوهمون الشرك. هؤلاء لا يفهمون معنى الموت، لا لم يفكروا ما هو الموت عندهم، هل هو فناء، هل هو الزوال، ما هو الموت؟ انتقال من دار إلى دار. الذي يقول مثلا التوسل لا يجوز في حال الموت ويجوز في حال الحياة، طب ما الذي اختلف؟ إذا ما عدت إلى الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع، أنصحكم بكتاب ابن القيم. وهو إذا ذكرت ابن القيم، هؤلاء القوم يعني يحصل عندهم خلل، لأنهم بنوا عقائدهم على أشياء وهمية، وابن القيم يقرر عكسها على طول الخط. عد إلى كتابه الروح، في أشياء كثيرة تنقض كل ما قالوه، والأمر ليس شركا. حينما يقول وكم من مرة هزمت روح النبي عليه الصلاة والسلام وروح أبي بكر وعمر أرواح الجيوش المتكاثرة، هذا يقول ابن القيم. فإذا كانوا يعتقدون هذا شركا فليعتقدوا فيما مما أنه شرك. أساسا الروح هبطت إلى الإنسان من العلو، فالإنسان فيه جانبان، جانب يرفعه إلى السماء وهو جانب الروح، وجانب ينخفض به إلى الأرض وهو الأرض، الجسد. الجسد من الأرض، فيفكر في الأرض دائما، يجذب الإنسان إلى الأرض، شهوات، طعام من الأرض، شراب من الأرض، النساء من الأرض، كل شيء من الأرض. فهذا الجسد من أرض، فهو يجر صاحبه إلى أصله. والروح هبطت من السماء فهي ترتفع بصاحبها إلى السماء. وإذا ما غلب جانب الروح على جانب الجسد صار الإنسان من أهل الكمال. وإلى ذلك الإشارة في قوله جل جلاله في قصة بلعام بن باعوراء، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فاتباع الهوى يجعل الإنسان من أهل الإخلاد إلى الأرض، لأن الهوى للأرض، والأرض هذه من جنس الجسد، فتجذب الإنسان إلى مادته. لما نقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا ما تحرر بالموت من قفص الجسد صارت الروح حرة، وصارت منطلقة، وصارت الأرواح جنودا مجندة، كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. أرواح الأولياء تأتي، ما أين المشكلة في هذا؟ أرواح الأولياء تحضر، أين المشكلة في هذا؟ لا يوجد حرج. توهم الشرك هذا في أذهانهم. استعانتنا بأي إنسان مع اعتقادي أن هذا الإنسان يضر وينفع، أو يصل ويقطع، أو يفرق ويجمع، سواء في حياته أو في مماته، شرك صريح. طيب، فإذا ما استعنت به على أنه سبب من الأسباب مثل هذا الماء أو الشاي، يحصل الري عنده، لا به، معتقد أهل السنة والجماعة في الأسباب، يحصل الري عنده لا به، عنده لا به، ما عنده؟ مجرد سبب اقتران. من الذي يسبب الأسباب؟ الله جل جلاله.
إذا اعتقدت في الحي أو في الميت أنه ينفع أو يضر فأنت مشرك بلا شك، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. بل المشكلة أين؟ المشكلة في الإنسان الذي يجيز التوسل في الحياة ويمنعه بعد الممات، لأنه جعل للجسد جعل للحياة أثرا مع الله تعالى، فتوهم المسكين أن الإنسان يضر في حياته ولا يضر في مماته، والإنسان لا يضر. حتى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذا مقام تعليم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ينفع لأن الله جعله نافعا، لا يضر بذاته ولا ينفع بذاته. هذا الذي يقول الخطباء لا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. إذا هذه النفس، هذه النفس إذا ما حصلت نفخة إسرافيل هل تفنى أو لا تفنى؟ الإمام السبكي رحمه الله وهو من كبار علماء الشافعية ومن كبار الصالحين، الله، والإمام تقي الدين السبكي، تبي وليس التاج، والتقي السبكي قال عنه العلماء إنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، فهو مفسر أصولي محدث متكلم فقيه من الطراز الأول من كبار علماء الدنيا. التقي السبكي يقول الأصل بقاؤها، فهنا عمل بدليل الاستصحاب، ليس عندنا دليل يقول إنها تفنى فهي باقية بناء على الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. عجب الذنب كالروح لكن صححها المزني للبلا ووضحها. هذا الشيء شيء يسير، يقول هذه إضافة للتشبيه، يعني العجب الذي كالذنب، العجب الذي كالذنب شيء يسير جدا موجود في آخر فقرات الإنسان عند العصعص. هذا لا يفنى، لا يفنى، يعني كأنه بذرة الإنسان الأولى، كأنه بذرة الإنسان الأولى. هذا جاء في الأحاديث، في أحاديث صحيحة، إن في الإنسان عظما لا تأكل الأرض أبدا، كل ابن آدم يأكل التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يعني الآن العلم الحديث يقرب للإنسان المسائل، الآن ثابت علميا أن كل خلية من خلايا الجسد تحتوي كامل صفات الإنسان، كل خلية، يعني أخذنا قطعة من أنفك، من عينك، من كبدك، من أي مكان، هذه الخلية فيها كامل صفات الإنسان. ومبدأ الاستنساخ ما هو؟ أن يأتوا إلى بيضة ملقحة ينزعون عنها النواة ويضعون فيها الخلية هذه فتأخذ نفس الصفات، فيكون إنسان أو حيوان نفس الصفات الخلية التي أخذت، نفسها تماما 100%. هذا الشيء يقرب، هذا الشيء حلال وحرام قضية أخرى. توسعت أنا في البحث عنها في كتابي حماية البيئة في الشريعة الإسلامية. هذا إنسان كامل في خلية، وكل خلية تحوي إنسان كامل. طيب قد يكون هذا عجب الذنب هو خلية، هذه لا تموت بوفاة الإنسان، الآن خلايا تموت، هذه كلها تموت، لذلك لابد من خلية حية لم تموت، إذا ماتت انتهى الأمر. فهذه الخلية ربما تكون خلية واحدة صغيرة الحجم جدا جدا، هذه الله سبحانه وتعالى جعل فيها مادة الحياة، فإذا ما شاء الله سبحانه وتعالى يعود الإنسان كما كان. الإمام المزني ماذا قال؟ قال هو يفنى كباقي الجسد، استدلالا بقوله تعالى كل من عليها فان، فقال فناء الكل يستلزم فناء الجزء. والحقيقة يعني هذا استدلال ضعيف، هذا استدلال ضعيف، قد يفنى الكل ويبقى الجزء،
قد يفنى الكل بدليل ما قلنا قبل قليل، إن هذا ممكن ليس محال عقلا، وتبقى الأحاديث على ظاهرها أحسن من أن نتكلف هذا التأويل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبلى، إذن لا يبلى، وهذا هو الظاهر. نعم، لكن العلماء يذكرون باب الأمانة العلمية، يذكرون أن المسألة فيها خلاف، ولكن الخلاف هذا قد ذكر بعض العلماء والمزني وصاحب الإمام الشافعي رحمه الله. وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لما قد لخصوا. هناك أشياء، هناك بعض الأحياء مستثنون من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما من عام إلا دخله التخصيص. قال العلماء هو هذه القاعدة من العام الذي دخله التخصيص، فهناك عمومات باقية على ظاهرها. فهنا الحقيقة أشياء ذكرت في الآثار، الروح مثلا، عجب الذنب، عجب الذنب، أجساد الأنبياء كما جاء في الحديث، الشهداء، العرش، الكرسي، الجنة، النار، حور العين ونحو ذلك. وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه فقال ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. فهذه الأشياء التي جاءت في الحديث. لكن أريد أن أنبه إلى مسألة، ما معنى كل شيء هالك؟ كل شيء هالك متى نحتاج إلى التأويل ومتى نحتاج إلى التخصيص ونقول بعضها مخصوص وبعضها غير مخصوص؟ إذا ما جعلنا الهلاك على ظاهره وهو ماذا؟ الفناء. أما إذا جعلناه بمعنى القابلية فلسنا بحاجة للتأويل. فإذا كان معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل شيء قابل للهلاك، أليس هذا التأويل شيخي؟ ها؟ أليس هذا التأويل؟ نعم نعم نعم، قابل للهلاك. الآن اسم الفاعل، اسم الفاعل للحال والاستقبال، للحال والاستقبال، وهذا محتمل، يعني ليس، يعني ليس نصا، ليس نصا، يعني هالك بمعنى سيهلك. طيب سيهلك ما معنى سيهلك؟ هل هو يفنى تماما ام انه قابل للفناء؟ محتمل، محتمل، يعني ليست ما معنى التاويل؟ يكون عندي اللفظ ظاهر في معنى تمام وهو مرجوح في معنى اخر، فليس عندي قطع في المساله. ما دام لا يوجد قطع فالمساله في حيز الاحتمال. فكل شيء هالك يعني كل شيء قابل للهلاك. فإذا قلنا كل شيء قابل للهلاك على هذا فلسنا بحاجة إلى التخصيص. إذا قلنا كل شيء هالك بمعنى فان لا محالة فهذا نأتي إلى الآثار التي خصصت هذا العموم ونقول مخصص بالأشياء المذكورة، بالأشياء المذكورة في الأحاديث. ولا نخوض في الروح إذ ما ورد نص عن الشارع لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند. حقيقة من الأشياء الغريبة التي تجد العلماء تواردوا عليها يقول لا يجوز الخوض في الروح. طيب لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز الخوض في الروح؟ سؤال، لماذا لا يجوز الخوض في الروح؟ هل نهانا الشرع عن هذا؟ لم يأتي نهي عن هذا، إنما هو فهم لبعض الناس، فهم لبعض الناس أن اليهود حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح ما أجاب، ففهموا أنه لو كان الجواب ممكنا لأجاب، هذا فهم غير لازم. النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يكون مأذونا له بالكلام، لم يؤمر بالتبليغ فما بلغ، أو ربما يكون من صفة هذا النبي في كتب اليهود أنه لا يتكلم إذا ما سألتم عن الروح، سألوه عن الروح فهو سيسكت. قد يكون يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم حقيقتها، وهذا ظن أنا، هذا يعني اعتقادي أن النبي يعلم هذا. جليل قل الروح من عند ربنا، تمام
أين الصيغة المانعة من الخوض؟ الروح من أمر ربي، نعم الروح من أمر الله تعالى. هل عبارة الروح من أمر ربي تمنع الخوض فيها؟ أنا عندي قواعد منهجية موضوعية، نحن نتكلم في الأصول، في أصول الفقه. ما هو الدليل على المنع؟ إذا قالك لا تخوض في الروح نقول سمعنا وأطعنا، إذا قال أمسكوا عنها نقول سمعنا وأطعنا. ما قال هذا أبدا. ماذا قال؟ قال جملة إنشاء خبرية، الروح من أمر ربي. فالذين فهموا أنه إنشاء من أين أتوا به؟ الإنشاء ما هو؟ الأمر والنهي وكذا، تمام؟ لا تفعل، لا تخوض في الروح، هذا إنشاء. طيب هل الإنشاء مستفاد من هذه الآية؟ الروح من أمر ربنا، نفكر قليلا. ولذلك خاض بعض الصوفية في هذا الموضوع، بعض كبار العارفين بالله سبحانه وتعالى خاض في هذا الموضوع. لا يوجد نص يمنع من الخوض في الروح، تمام؟ فهذه ليست من عقائد، وإن ذكرها الشيخ رحمه الله استطرادا، ذكرها استطرادا في متون العقيدة الكبرى، لا يوجد فيها المنع من الخوض في الروح، تمام؟ في اعتراض؟ ها؟ الذي هم يقول ماذا؟ خبر يراد به الإنشاء، ما هو الدليل؟ خبر يراد به الإنشاء يعني هذا مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. يقول سكت النبي عليه الصلاة والسلام، طيب سكت، لا ينسب إلى ساكت القول، لا ينسب إلى ساكت القول، والترك ليس بحجة، ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم شأن الروح عليه الصلاة والسلام، ولم يتكلم لأسباب عديدة، لأن عقولهم لا تتسع لهذا، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام بالوحي أن لا يتكلم لهؤلاء حتى يكون دليل نبوته عليه الصلاة والسلام. إذا لا يوجد دليل يمنع من الخوض في الروح، لكن مع هذا ما الفائدة الشيخ عندما نخوض في الروح؟ يعني الفائدة أن نخرج كلام الصالحين والأولياء حتى لا يبدع ويفسق ويكفروا من أناس جهلة لا يفهمون شيئا من الدين. هذا هو الفائدة، تكفي هذه عندي كفائدة حقيقية. هذه ناس من الصالحين من أهل الذكر تكلموا في هذا الموضوع، هل هم هؤلاء أهل بدعة؟ نرجع إلى أدلة، أين النهي عن خوض الروح؟ وجدت النهي نقول سمعنا وطعنا، لم توجد نهي. إذن لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند. وهذا دليل على هذا دليل الذي يقول لك، هذا هو الذي قاله في البيت التالي، مالك من مالك رضي الله عن مالك، مالك في هذا ليس تابعيا حتى يقال لا موقوف ولا ما كذا، وليس صحابيا حتى يقال مرفوع موقوف له حكم مرفوع. هذا مالك هو إمام من أئمة المسلمين، كيف خاض مالك رحمه الله؟ إذا مالك رحمه الله قد خاض في هذا الأمر، وهو من أهل الذكر، من الصالحين، من أولياء. لمالك هي صورة كالجسد، فالإمام مالك ربما رأها. نعم يا أخي، نعم، أولياء رأى كشفا عن كشفا لن تقوم القيامة، إذا كشف الله لولي من أوليائه اسمه مالك بن أنس عن الروح، ليس عندنا. ولذلك يقول الشيخ فحسبك النص بهذا السند، ليس عندنا أدلة أقوى من هذا، لو كان هناك لذكروه. فيقول لك حسبك النص بهذا السند، فإذا خاض الصالحون أهل الله تعالى في هذا الموضوع، فلا يوجد منع منه. لمالك هي سوء، يقول مالك رحمه الله، وكأن هذا الشيء تقريبا موجود في كل الأديان، الحق والباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الأنبياء جميعا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، أجسادهم بلا شك موجودة في التراب، وحينما رأى موسى عليه الصلاة والسلام وكلمه في موضوع الصلاة رأى روح موسى عليه الصلاة والسلام متشخصة
ربما فهم مالك هذا من هذا، يعني ليس بعيدا. وكذلك الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يرى يقظة، وقد صنف فيها مولانا الجلال السيوطي كتابا سماه تنوير الحلك في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والملك. افهموا، اسمعوا، وعوا. الآن يكفر الناس بأشياء ليست مكفرة. واحد مشهور جدا ويعد نفسه من كبار العلماء أفتى بتكفير الإمام التيجاني، الشيخ التيجاني، يقول لماذا كافر؟ لماذا؟ شوف الاستدلال كيف يكون الاستدلال. حينما الله سبحانه وتعالى يذهب البصائر كيف يكون الاستدلال؟ يقول كيف التيجاني كافر؟ يقول التيجاني يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة. طيب أين المانع من هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المدينة في مسجده تحت القبة الخضراء، والشيخ التيجاني في أفريقيا فرأى النبي هناك عليه الصلاة والسلام، إذن هو آمن بشخص آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. إذا كان أمره هكذا بلا شك سيكون كافرا، لكنه ليس هكذا، ولم يخطر في بال الشيخ التيجاني هذا أبدا أبدا. غاية ما في الأمر أن الروح، روح النبي عليه الصلاة والسلام، تشكلت في عالم المثال، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سائر الأنبياء في بيت المقدس، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام. فالأمر سهل جدا، رأى الروح، والروح هذه نعم تسير، نعم تنطلق، فإذا رأاه في عالم المثال. والجسد الشريف باق في المدينة، والجسد الشريف جسد المصطفى عليه. طيب هل يمكن يراه أكثر من شخص؟ نعم يمكن يراه أكثر من شخص، بين واحد لا يوجد مانع. أن يصل أمر التكفير، التكفير خروج من ملة سبحانه وتعالى. لذلك يعني تعلموا العلم الصحيح. شيخ قد يقول مثلا قائل أنه لا يفهم من إشارة النص قل الروح من أمر ربي، الإشارة إلى التفويض، يعني نفوض هذا الأمر. لا طيب إذا ليس نصا، إشارة إشارة ماشي، الإشارة ليس حجة قطعية نحتاجها إذا لم نجد غيرها. ثم يعني هي إشارة، إشارة، هل إشارة حجة مستقلة بذاتها؟ يعني تكون هكذا عند الحاجة، إلا تبقى إشارة. نعم لو أنكر إنسان يعني لا يكون آثما ولا يكون مخطئا. نعم. وبناء على قول الإمام مالك إذا مثلا قطع من الإنسان عضو هل يقطع مقابله من الروح؟ توهم بعض الناس هذا، توهم بعض الناس هذا فردوا هذا الكلام، ردوا على كلام مالك. ولكن قوله هي جوهر لطيف. ما معنى لطيف؟ يعني يتحيز، قطعت من فتحول المكان باقي، ذهبت، يعني قطع من الحي جزء فروحه انتقل المكان الآخر، انتقل مباشرة. فالأمر سهل، يعني قضية سهلة جدا. يرى النبي عليه الصلاة يرى، أين المانع من هذا؟ بعض الناس يقول محال عقلي، جهل جهل لا يفقهون معنى محال عقلي. هذا محال عقلي، عليهم أن يعودوا إلى أقسام الحكم العقلي، أقسام الحكم العقلي لا محالة. هذا ممكن يرى أولياء الصالحين، يرى أولياء الصالحين، وهي حقيقة حوادث لا تعد ولا تحد. ما عليك إلا أن تقرأ في سير أولياء وفي سير الصالحين عليهم رضوان الله تعالى، تجد هذا كثيرا جدا جدا. ربما بعض الناس إذا سمع هذا يقول هذا مخرف. نعم، لأنهم عندهم مقياس الحقيقة هو عاداتهم. نعم، إذا كان مقياس الحقيقة هو عادات أولئك الناس فأنا مخرف عند هؤلاء، ولكن الشرع أتى بأشياء كثيرة من هذا القبيل، الشرع أتى بأشياء كثيرة من هذا القبيل، ومنها قلت لك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بسائر الأنبياء ولقياء موسى عليه الصلاة والسلام. بل للفائدة أقول الخضر عليه السلام سمعت من بعض شيوخنا الكبار يقول الخلاف في حياة الخضر هل هو حي أو ليس حيا، يقول خلاف ليس
يعني له كبير فائدة، والتمسك به لا يعني كثيرا، يعني ليس قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأنه حتى لو قلت إنه ميت يعني يمكن أن تراه بجسده، يعني هكذا روحه تتشكل فترى الخضر عليه السلام فتقول أنت حي، والثاني يقول لا هو ميت متمسك بظاهر الأثر، إنه ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 سنة إلا كما في الحديث. فالذي تمسك بالأثر ها يقول هو مات مات، وإن كان الأثر هذا عام مخصوص، أو في ملك الموت، وفي جبرائيل، وفي إبليس، وفي أشياء كثيرة مستثنات من هذا الحديث. والذي يقول مات مات لكنه يمكن أن ترى روحه، والعقل كالروح لكن قرروا، والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظر ما فسروا. العقل أكبر مسألة حصل فيها خلاف في الدنيا، أكثر مسألة حصل فيها خلاف في الدنيا هي العقل، حتى وصلت الأقوال في تعريفه إلى 1000 قول، وهذه أكثر مسألة شائكة، 1000 قول في تعريف القول. ما حقيقته؟ الحقيقة إلى هذا اليوم لا يعرف الإنسان حقيقة العقل. بعض الناس يتوهم أنه الدماغ، الدماغ، ويستدل بدليل ماذا؟ أن إذا أتلفت دماغ الإنسان لا يعقل. هذا محله يعني مكانه، ليش محله مثلا محل العقل. نعم فتح الله عليه، يعني هذا الدماغ والرأس هذا يعني أشبه ما يكون بالشرط، الشرط عند الأصوليين. ما هو الشرط؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، عدم الدماغ عدم العقل، تمام؟ لكن إذا وجد الدماغ لا يوجد العقل. المجنون فاقد العقل، إذا قمنا بتشريح عقله دماغه في المشرحة وصورناه أنواع التصاوير لا نجده يختلف عن الإنسان السليم. قبل أن صورنا إنسانا الآن فوجدنا دماغه سليما، تمام؟ ثم جنا بعد قليل نصور هذا الدماغ نجده كما هو. يعني يمكن أن نشبه الدماغ بجهاز الاستقبال، شاشة التلفزيون، التلفزيون له شاشة، هذه الشاشة يشترط حتى يكون الإرسال صحيحا أن تكون سليمة، فإذا كانت فاسدة متلفة لا يكون هناك إرسال. كذلك الدماغ يشبه أن يكون شاشة والإرسال يكون من مكان آخر، هل يكون من الروح؟ ربما، الله أعلم. هل يكون من الله جل جلاله من عالم الغيب؟ لا ندري، وهو الإنسان سلب عقله فجأة، ما الذي حصل؟ لا ندري. إذا هذا هو العقل، شيء ليس ملموسا، ليس محسوسا، لكن آثاره ملموسة محسوسة، يعني من أجمل ما قيل في تعريفه ما قاله إمام الحرمين الجويني رحمه الله بأنه الملكة في الإنسان أو قريب من هذا التي تدرك العلوم الضرورية وتفرق بين الواجبات والمحالات والممكنات، والباقي لا له شيء من هذا القبيل. فهذا هذا يعني إذا الذي لا يعرف أقسام الحكم العقلي لا يكون عاقلا تمام العقل. ويقسمون العقل إلى أنواع، يقول عقل غريزي وهو الذي يدرك به العلوم النظرية المجردات، الثاني يقول عقل كسبي، هذا يكون بالخبرة بممارسة بمخالطة العقلاء بمخالطة أصحاب العقول، وعقل آخر يسمونه عقل عطائي، والله سبحانه وتعالى يهبه
للمؤمنين. ويقول عقل الزهاد هذا الذي يكون به الزهد، هكذا ذكره بعض من الماجوري. وعقل شرفي هو عقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف العقول عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام عقله هذا ليس بالتجربة والمشاهدة، ليس بالاكتساب، هو منحة إلهية عظيمة، كما منحه الله النبوة منحه أكبر عقل في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد أحد في العالمين يفهم أكثر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بيننا وبين الملاحدة أنهم يعتقدون أنه عاقل فجاءه الوحي لعقله، ونحن نعتقد أن عقله منحة كالوحي الذي جاءه. فالله تعالى أهله للنبوة فأعطاه عقلا شرفيا هو أعظم أنواع العقول، وليس هذا العقل هو الذي جعله نبيا، بل العقل منحة كالنبوة. الله. يعني لله الحرمين ماذا يقول؟ يقول مع العقل من قبيل العلوم، وعرفه بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية كالعلم بوجوب تحيز الجرم واستحالة عروه عن الحركة والسكون وجواز إحراق النار وغير ذلك. نعم، إذن إذا كانت الآلة السليمة فالإنسان العاقل يستطيع أن يفرق هذه بين هذه الأشياء. وقيل إنه صفة تميز بين الحسن والقبيح، وقيل إنه نور روحاني به تترك النفس العلوم الضرورية والنظرية. طبعا هذا كلام يعني كله كما قلنا في خلاف كبير جدا جدا. نحن الآن لمسنا أثر العقل ولم نلمس ذات العقل. ثم قال الشيخ رحمه الله يعني تتمة للسمعيات: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. سؤالنا، السؤال في القبر. ثبت عن المصطفى الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الإنسان إذا مات أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، فيقعدانه فيسألانه: ماذا تقول؟ من ربك؟ فيقول المؤمن: الله ربي الله. وأما المنافق فيقول: هي لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. ما تقول في هذا الرجل؟ لا يقول له سيدنا محمد أو رسول الله، ولا يعظمونه لأنه امتحان. فالمؤمن يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافق يقول كقولته الأولى. طيب، أشكل على أصحاب العقول الصغيرة أن الإنسان هذا يموت يأكل سمك القرش، وآخر يتفتت، وآخر تحرقه النار، وآخر لا نجبن يذوب الأسيد، ما بقي شيء. فكيف يقول لك عذاب قبر؟ عذاب قبر هذا اسمه، هذا مقصود به الغالب. إذا قالوا عذاب القبر يعني به لأن غالب الناس في الدنيا يموتون فيقبرون. أما إن وجد حالات قليلة هكذا فليس المقصود بأنه لا يوجد عذاب ولا يوجد سؤال، هذا يبقى جزء صغير جدا من هذا الجسد، وهو عجب عجب الذنب هذا. تمام. فالله تعالى يعيد إليه الحياة ويكون قوة مدركة واعية، ما قلنا فيها خلية، هذه خلية فيها كامل الإنسان، وهذه الخلية الواعية المدركة الكاملة تقول الله سبحانه أعطاه صفات ذلك الإنسان فحصل السؤال. يعني قضية سهلة هذه. والذين قالوا يوجد عذاب القبر ما كانوا مغفلين ولا حمقى، وكانوا يرون من يحرق بالنار، وربما رأى الإنسان يعني سقط في حادث طائرة فلم نجد له أثرا. طبعا عندهم وسائل أخرى كانت للموت من هذا القبيل، يعني الذي أكله السمك والقرش وأكله الأسد أو أكل الحيوانات المفترسة، هذا قبره في يعني بطن هذا الحيوان المفترس. لا، هذا ممكن، ما دام ممكن عقلي الأمر يعني سهل. سؤالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا حجتنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة وألا يجعلنا من الظالمين إنه سميع قريب مجيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قالوا هذا عند خروج الروح في الحياة الدنيا. القول الثابت ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، هذا في الحياة الدنيا يعني في آخر يوم منها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في أول يوم منها. فالله يثبت المؤمنين في آخر يوم من الدنيا وفي أول يوم من الآخرة. ما هو أول يوم من الآخرة؟ هو سؤال الملكين، سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر، واجب للأدلة الكثيرة التي جاءت في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى ذكر آل فرعون، قال ماذا قال؟ قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو والعشي، الصباح والمساء، هذا لا يكون في الآخرة، هذا في الدنيا. فهذه الآية دليل أهل السنة، والحق ليس فقط أهل السنة، جمهور المعتزلة كذلك مع أهل السنة. قل بعض الناس يقول قال المعتزلة، يقول يعني بعض غلاة المعتزلة، أما جمهور المعتزلة كأهل السنة في هذه المسألة، لأنه جاء في أحاديث صحيحة صريحة ولا يلزم منه محال. بعض الناس يقول لماذا أنت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب هل هو نفس عذاب الآخرة؟ لا، أكيد لا. طيب هل هو عرض؟ يمكن أن يكون عرضا. ما معنى عرض؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا الإنسان الذي هو لابث في قبره ويعلم النتيجة، يعلم كان كافرا، إن هل يدخل الجنة؟ قطعا هو يعلم قضية الجنة هذه مفروغ منها. فحينما يريه الله مكانه في النار ولو بالرؤيا، يا أخي مثل الرؤيا، هذا عذاب حقيقي، عرض. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولولا أنه حق عذاب القبر لما استعاذ منه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه في أدلة كثيرة. كمان هناك عذاب القبر يوجد نعيم للقبر، ومجرد رؤية مكان الإنسان في الجنة هذا يعني من نعيم القبر. ما هو؟ لا أدري تفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشيء ذكر أنه يوجد العذاب، ما هو تفاصيله؟ لا ندري. وذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن سورة الملك تنجي من هذا العذاب، فالإنسان إذا ما حافظ عليها يحفظه الله من عذاب القبر. سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب، يعني يجب عليك أن تعتقده كبعث الحشر، كالبعث يوم القيامة. ما معنى البعث؟ يبعث الناس يخرجون، والحشر يجمعون في مكان واحد. هناك أكثر من حشر، هناك أكثر من حشر، هناك حشر جمع الناس ثم سوقهم إلى الجنة أو إلى النار، وهناك نار قبل قيام الساعة من علامات قيام الساعة تسوق الناس إلى محشرهم. فهناك أكثر من حشر ذكر في الأحاديث، لكن المقصود بهذا ماذا؟ هذا الذي يكون بعده جنة أو نار. يجب عليك أن تعتقده اعتقادا جازما لازما. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وعن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خص في الأنبياء ومن عليهم نصا. وقل يعاد الجسم، الإنسان بجسده هذا الذي أطاع الله تعالى وعصاه به يعود يوم القيامة، لأن لو خرج جسد آخر لا يعذب نفس الجسد الذي عصى، فيعاد نفس الجسد الذي كان في الدنيا. وقل يعني اعتقد اعتقاد، هذا معنى قل ليس فقط بالقول، يعني اعتقد اعتقادا جازما لازما أن الجسم يعاد يوم القيامة بالتحقيق بالباب الدليل الصحيح عن عدم، وقيل عن تفريقي. هذه قولان، إعادته لا محالة، إعادة الجسد لا محالة، لكن كيف تكون إعادة بعد الفناء المطلق
زال تماما أو تفرغت أجزاءه في كل مكان. تفرغ الأجزاء هذا قول، العدم قول آخر. إذا المسألة هكذا، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق. طبعا دليل على هذا لماذا نقول؟ لأن الله تعالى يقول كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. نعم، محضين، يعني إذا قلنا عدم يعني عدم محض لم يبق له أثر، أو تفريق، تفريق محض لا يبقى جزء مع جزء يتفرق تماما. لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليه نص، هذا الخلاف أن إنسان يعاد عن عدم أو عن تفريق، هذا فيما عدا الأنبياء ومن خص بالدليل كالشهداء ونحو ذلك. بالأنبياء ومن عليهم نص، وفي إعادة العرض قولان، ورجحت إعادة الأعيان. الإنسان جبر وعرض، عرضه لونه مثلا، صوته، كل ما يتعلق بها، كل أعراض هذه تعود أو لا تعود. وفي إعادة العرض قولان، لا يتبع الخلاف الأول. وإذا قلنا اختلفوا في إعادة الجسم عن عدم أو عن تفريق، نعم، فالقول الأول هو قول مذهب الأكثرين، وإليه مال إمام الأشعري رحمه الله، حيث قال بإعادة الجسم لا فرق في ذلك بين العرض الذي يطول بقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت، ولا فرق بين ذلك، ولا فرق بين ما هو مقدور للعبد كالضرب وبين غيره كالعلم. يعني يعود، إذا كان عالما يعود عالما، كان جاهلا يعود جاهلا، هكذا. ولذلك ذكروا يوم القيامة مثلا قال، وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. الله. والقول الثاني يقول يمتنع إعادته مطلقا، فيوجد الجسم بعرض آخر، لأن الجسم لا ينفك عن عرض. نعم. ورجحت إعادة الأعيان، أي ورجح جماعة من العلماء إعادة الأعيان، الأعراض بأعيانها كما هي، أي بأشخاصها وأنفسها. فالمراد بالأعيان الأشخاص والأنفس، أي العرض ونفسه. فيعاد العرض الذي كان في الدنيا، لا يعاد الإنسان بعرض آخر مغاير له. نعم. وفي الزمن قولان، والحساب، والحساب حق وما في حق ارتياب. وفي الزمن قولان، أي وفي إعادة الزمن قولان، أحدهما وهو الأرجح أنه يعاد جميع أزمنة الأجسام التي مرت عليه. الحقيقة نفس الزمان لا يعاد، لكن يعاد مثله، يعني نفسه ذهب خلاص، ذهب. لكن الآن مثلا تسجيل كاسيت، تسجيل كاسيت أو الفيديو، هذا يعرض لك زمنا سابقا لكنه في زمان آخر، فيعاد مثله، فهذا يكون شاهدا. يعني يمكن أن يكون ملف في الإنسان كاملا يوم القيامة يعرض فيه الشريط، كيوم كان في سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة زمان طويل جدا جدا، يعني أطول إنسان، أطول إنسان عاش في الدنيا لا يصل إلى هذا. فيعاد شريط أعمالي، كل إنسان انظر شريط أعمالك كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، ونسأل الله الستر. نعم. الله. يعاد كل شيء، حتى الجوارح، حتى يعني حتى الحيوانات، كما جاء في حديث حتى يقتص من الشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني التي ليس لها قرون من التي لها قرون. نعم. وإذا الوحوش حشرت. نعم. وما في حق ارتياب، يعني هذا الحساب حاصل لا محالة، نسأل الله السلامة والعافية. فالسيئات عنده بالمثل، والحسنات ضعفت بالفضل،
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. السيئة وجزاء سيئة ها وجزاء سيئة بمثلها. الله. أما الحسنات ها ضعفت إلى 10 ضعف إلى 70 ضعف إلى هكذا حسب فضل الله سبحانه وتعالى العبد. فالحسنة السيئة يقول ما يذم فاعله شرعا، والحسنة ما يمدح فاعله شرعا. هذه قلنا سابقا هذه الصفات غالبة، أصل الفعلة الحسنة والفعلة السيئة، فحذف الموصوف وبقيت الصفة. نعم. وهذا التضعيف مضاعف الحسنات من خصائص أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أعمارها قصيرة. وهذا أيضا من فضل الله، من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فالسيئات عنده بالمثل، والحسنات ضعفت بالفضل، فالله سبحانه وتعالى يعطي السيئة بمثلها، وهذا من عدله جل جلاله. والحسنات ضعفت بالفضل بفضله سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجل وضو يكفر. الكبائر تغفرها أشياء كثيرة جاءت في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب الإنسان للكبائر يغفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتهاد النص في القرآن الكريم. والوضوء كذلك كما جاء في الحديث، سمعنا سيدنا عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ أحد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي حديث أيضا في الحديث يقول من توضأ نحو وضوء وحن وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بسوء غفر له ما تقدم من ذنبه. والأدلة في هذا كثيرة. كذلك رمضان، من رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الحج المبرور يغفر السيئات، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. واليوم الآخر ثم ويوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعفي. هذا إن شاء الله سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.